بمساعدة مرشدي ومرشدات سباحة وبقيادة مدرب السباحة والمنقذ تيسير أبو صالح، قامت مجموعة طلاب من هضبة الجولان بالاشتراك في مهرجان طبرية للسباحة والذي أقيم يوم أمس السبت، حيث سبحوا مسافة 4 كيلومترات في عرض البحيرة. يشار إلى أن أعمار الطلاب تتراوح بين 16 و15 عاما. هذا المهرجان ينقام على مسار على مدى 62 سنة، لحد كل سنة مرة واحدة بينقام هذا المهرجان. كل طفل يسبح مع مرشد سباحة اللي بيكمل معه المشوار، بيشوف قديش طاقته وقديش بيكمل السباحة. كل 500 متر في عنده محطة رياح الولد بيشرب فيها مي، بيرتاح بيرجع بيكمل. المسافة هي 4 كيلومتر. وأعمار الطلاب الذين اشتركوا فيها؟ الطلاب أعمار متفاوتة، يعني من 7 سنين لحد 15 سنة. يعني هناك طلاب اليوم في أعمار 7 سنوات قاموا بخطا 4 كيلومتر سباحة. ما أحسن شعورك كمدرب سباحة؟ بالنسبة لي هذا نجاح كبير. تجربة كثير رائعة، أرقام رائعة. أنا كنت بتجربة سابقة قبل مرة، شيء كثير رائع، إنجاز كثير عظيم. إن الله أراد كل سنة رح نشترك بهالمهرجان، كل سنة عن سنة عم نتقدم أكثر. نحن صلنا بهالمجال أكثر من 3 سنين. كل يعني بالنسبة للأولاد شيء إنجاز كثير عظيم، رح يظل مرافقهم طول حياتهم. وقد انطلق السباحون في 6 صباحا، حيث وصلوا إلى شاطئ تسامح، حيث كان بانتظارهم الأهالي الذين شعروا بالفخر الكبير عندما استقبلوهم على الشاطئ بعد أن سبحوا كل هذه المسافة دون كلل أو تعب. أكيد شعور كثير حلو، طبعا أنا فخورة فيه، يعني تجربة من هالنوع فيها نوع تحدي بالنسبة لولد عمره 8 سنين، كانت إيجابية كثير من عدة نواحي على شخصيته. تجربة مثل هذه ممكن أن ترافقها بعض المخاطر. كأم ألم يكن لديك هاجس معين من خوض ابنك هذه التجربة؟ أكيد كان كثير هواجس لدرجة القلق كل الليل. هل كان هناك مكان لدموع نولين عندما وصل كنان إلى الشاطئ؟ أكيد بالفعل شعور لا يقدر، عن جد شعور كثير حلو، شعور بالفخر والفرح، إنجاز كبير من الحقيقة. نحن قديش الإنسان بيكبر بشوف نجاحه بأولاده. السيد ريدان محمود، يعني اليوم انتظرت على شاطئ بحيرة طبرية لتستقبل ابنك جون بعد أن سبح مسافة 4 كيلومتر. شعور رائع، هاي الخبايا انه نحن كنا كثير عم نستناها، وعندنا المنقذ الاخ تيسير ابو صالح هو اللي قام بادر بالعمليه هاي. شعور كثير رائع كبي لولد ابني عنده 6 سنين ونص، بس بعرف انه عندي ثقه تامه بالمدرب تبعه تيسير اللي صار له 3 سنين معاه شخصي، انه عنده القدره انه يسبح كل المسافه هاي بثقه تامه، فيش عندي ولا اي خوف. لا شيء افضل من الرياضه لصحه الانسان، وخاصة رياضة السباحة التي يحرك الرياضي فيها جميع عضلات جسمه خلالها. وقد أوصى الرسول الكريم بأن علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. ومن هنا فهذه التجربة التي قام بها أولاد الجولان ربما تكون حافزا مشجعا لتقوية الرياضة في مجتمعنا العربي. عماد غضبان، قناة هلا.